كما تعرفش اخترتوا الحديث على الجهه في اول درس افتتاحي بالنسبه للكليه ديالك؟ هذا يعني افتتاح لماستر الحكمه الترابيه، يعني احنا في صلب الموضوع لان طلبهم كيتكونوا في الحكمه الترابيه، وما يعني ما كاينش احسن من رئيس جهه باش يتقاسم التجربه اللي كتعيشها الجهه ديالنا، لا من ناحيه التنميه الاقتصاديه ولا من ناحيه التنمويه ولا انخراطها في الديناميه الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كتعرفها بلادنا تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة. اليوم الطلبة استفادوا كثيرا من يعني تجربة جهة الدار البيضاء ستات اللي هي قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكتشهد واحد العدد ديال المنجزات، وايضا اليوم عندنا منجزات هي مسطرة في المستقبل. والطلبة والأساتذة اولا كان عندهم واحد الاهتمام لان كاين جانب اكاديمي وعلمي، ولكن ايضا كاين جانب يومي لان هذه الحياة ديالهم، المرافق ديالهم والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية اللي هما كيتخاو يشوفوها يعني قيد الوجود باش يستافدوا منها. اذا كنعتبروا بان هذا اللقاء كان لقاء غني. عملنا مع السيد الرئيس لقاء هذه السنتين، كان سطر لنا المشاريع، اليوم شفنا تطوير هذه المشاريع، وايضا ان شاء الله يكونوا لقاءات اخرى باش نتابعوا هذه المشاريع لانها كتهمنا كمواطنين، كتهمنا يعني كساكنه في هذه الجهه اللي كنعتزوا بها كثيرا. منذ 2015 المغرب تقسم ل 12 جهه، ولكن ما أشرب إحنا من خلال التقسيم؟ هذا التقسيم هي سياسة البلاد، كانوا هناك يعني مؤشرات ليدفعوا لإعادة تقسيم يعني الجهات على يعني اعتمادا على مسائل ترابية وسياسية واجتماعية. المهم هو تلاؤم هذه الجهات، هي التناسق فيها، وهي أنها تنخرط في الدينامية اللي كتعرفها بلادنا. كنعرفوا اليوم بأن عندنا نموذج تنموي وطني وعندنا نماذج تنموية جهوية، كاين اليوم واحد التقائية، وكاين واحد الإيمان بأن التنمية الوطنية كتمر عبر التنمية الجهوية، هذا كنلاحظوه. وأيضا كاين هناك تنافسية، كاين هناك استقطاب للاستثمارات، كاين هناك نطاق استثمار اللي أيضا اعتمد يعني هذا التوازن في التنمية الجهوية بحيث أعطى امتيازات أكثر للجهات اللي هي يجب أن تكون في مسار أكثر سرعة لأن عندها نقصان. وهذا أيضا شار له السيد الرئيس لهذا جهة الدار البيضاء ستات اللي عندها إمكانيات أكثر، يجب أن تكون دائما قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل بلادنا.